اني مقصر معك، بس صدقني اني ما عم لاقي وقت لحالي. الله يرضى عليكم يا ابي ويهدي بالكم. ان شاء الله مبسوط بحياتك يا ابي. ابنك منيح لا تاكل همي، المهم انا جاي هلا اخذك على عيد ميلاد راميس. والله يا ابني بدك تعفيني من الروحة. شلون بدي اعفيك؟ معقولة ما تحضر عيد ميلاد راميس؟ يعني على اساس انا بعرفه لراميس ورامز بيعرفني؟ شلون لا بتعرفه ولا بيعرفك؟ لك ابني ابنك اليوم بكمل 3 سنين. بتعرف كم مرة جاي لهون على البيت لعندي؟ يمكن شي 4 مرات. هلا بهاي معك حق، بس صدقني مو مقصودة. أنت بتعرف الحساسية اللي صايرة. حساسية شو لك أخي؟ حساسية شو؟ يعني افترض هند جاية تزور بيت عمها والتقت بنور، شو هالجريمة العظيمة؟ ليك أنا بعرف قديش هند حساسة وطيبة، بس لا تزعل مني، تصرفاتها تجاهنا ما أنا مبلوعة بالمرة. أميرة شو صاير ليك؟ بدال ما تهدي الأمور؟ أنت هدي أبي هدي. وأنت بنتي الله يرضى عليكي لا تحكي بالنيابة عندي، أنا بحكي على حالي. حاضر بابا. أبي أنا ما عندي حساسية لا تجاه هند ولا غير هند، بس لما بدك تجي تتزاك علي وتفهمني أن الأمور تمام بدي أتدايق. أبي الأمور مو تمام. الله يرضى عليك، خد أختك وروح احتفلوا وانبسطوا وتسهلوا، وإن شاء الله راميز كل عام هو بخير دائما يا رب، ويرقى بدلالك وتفرح فيه. أنا بعدت له هديته مع أميرة. تيسروا بتيسروا، الله معكم. نورس يا خسارة يا خسارة، نورس مو جاي. خلص جمال. لك لا جد عم بحكي، يعني هو بهيك سهرات بيشيل الهم على القلب. خليه يحكي لنا هيك شوي عن مشاكل المديرية ومين بدها تاخد أمومة ومين بده ياخد قرض، وهذا طلع بكير وهو شايل هم البلد كله على كتافه. يا الله خلص يا غبي. سارة سارة أخوكي مو جاي. خلص آخ صحتك معروف. نوال جيبي الجاتو. ومين هاي الرفيقة نوال؟